طبعا الحمد لله رب العالمين، رحمة ربنا بشكر فضل طبعا على البطوله الغاليه دي، وان احنا قدرنا نفرح جمهور الزمالك خاصه بعد فتره كبيره ان احنا ما كناش بطولات وكده. فقدرنا الحمد لله رب العالمين نعوض السنه دي عن بطوله، يعني عن بطولات اللي شاركنا فيها ربنا ما كانش موفقنا فيها، بس السنه دي الحمد لله ربنا وفقنا في بطوله الكاس وخدناها، وان شاء الله باذن الله دايما كده نرجع البطولات من خلال البطوله دي، يبقى بدايه لينا بدايه موفقه في هذه البطولات باذن الله. طبعا الحمد لله بحمد ربنا واشكر فضله، وبقول لجماهير نادي الزمالك الف الف مبروك. بطوله غايبه بقى لها فتره كبيره عن نادي الزمالك، خصوصا الكاس بقى له 5 سنين. احنا بنحمد ربنا واشكر فضله، الظروف كانت صعبه جدا، انت عارف الحال في مصر والحال في النشاط الكروي بقى له فتره كبيره مش منتظم، وكون ان انت تحصل على بطوله في ظل هذه المشاكل اعتقد ان هو حاجه ايجابيه جدا. احنا بنحمد ربنا ونشكر فضله على البطوله، نتمنى ان شاء الله بالصوره اللي ظهر عليها المباراه بتاعت امبارح ونهائي الكاس وجماهيرنا اللي ظهرت بشكل كويس، نتمنى ان شاء الله بتساعد المسؤولين في عن الكره المصريه وعن الرياضه المصريه ان هي ترجع النشاط مره ثانيه بشكل سريع، ويكون بدايه انطلاقه باذن الله نادي الزمالك على سلم التتويج وعلى سلم البطولات الفتره اللي جايه. هو مش انجاز كبير لان نادي الزمالك نادي بطولات، لكن الظروف اللي مرت على نادي الزمالك في الفتره الاخرانيه وبعدين كمان زادت عليها المواقف اللي موجودة داخل مصر من ثورات وعدم وجود دوري، لكن نادي الزمالك كان باستمرار منافس في الدوري، منافس في الكاس، منافس في بطولة أفريقيا، لكن عدم انتظام الإدارة وتعيينات مجالس إدارة كتيرة هو ده اللي خلى الأمور اتصعبت علينا. لكن نادي الزمالك من الخمسينات والستينات والسبعينات يعني طول بين قوسين، يعني لأول لتاني لبطولة دوري لبطولة كاس، لكن الاحتراف غير يعني حاجات كتيرة في الكرة المصرية، وللأسف ان احنا ما زلنا داخليا مع بعض بنحارب بعض.